would be fit. شكرا للزميل العزيز فالح الشمري والكباتن الاعزاء لديه في الاستوديو التحليلي. سيداتي انساتي سادتي احبتنا في كل مكان، موعد اخر يتجدد هنا في بطولة الكأس الدولية. ريال مدريد الملكي الميرينجي يقابل بيسجي في لقاء من لقاءات القمة في بطولة الكأس الدولية، لقاء إسباني فرنسي بين مدرستين كبيرة للغاية، بين فريقين كبيرين للغاية، بل أنهم من أبرز المرشحين لنيل لقب هذه البطولة. مجموعة تضم بجانبهم الراقي النادي الأهلي السعودي، بينما هنا لدينا بي اس جي يقابل ريال مدريد. لقاء ننتظر وإياكم صافرة البداية فيه من قبل حكم اللقاء الذي يقود لقاء الليلة، السيد عبد العزيز الموسى، الرجل الذي يقود لقاء هذا المساء والرجل الذي يساعده كل من ماجد هدارس، بالإضافة إلى حمد العجمي المحكم المساعد الثاني في لقاء الليلة. بي اس جي ريال مدريد، يا لها من مواجهة مرتقبة، الفائز فيها يتجه إلى الدور القادم، يحجز مقعد له في الدور القادم في بطولة الكأس الدولية. باريس سان جيرمان الفريق الذي حقق لقب هذه البطولة في مرتين سابقتين، هل يأتي بالثالثة من خلال نسخة هذا العام؟ نحن ننتظر ونترقب من سوف يكون حاملا للقب البطولة. سمير المعرفي واصفا ومعلقا يصطحبكم من خلال وقائع هذا اللقاء الذي جاء صافرة البداية فيه. لدينا قائمة أسماء لاعبو الفريقين، أولا نبدأ بريال مدريد على يمين السادة المشاهدين، أدريان غوميز، أليخاندرو زكري، بنجامين بالإضافة إلى رافائيل غونزاليس، وكذلك كارلوس ألغارا لوبيز بالإضافة إلى جوزي فالي، ميغول بيريز، إيفان ريفيرو، وإسماعيل ألمو، أنطونيو مانويل، ودانيال غارسيا، أسماء السيد ألفارو بنتو فيلارا. جانب الآخر باريس سان جيرمان، على يسار السادة المشاهدين قائمة أسماء السيد لورانت، جين هارد يأتي بكل من بيرماري بالإضافة إلى أري كريستيان، أرثر عبد العزيز، لويس جونيور، عبد الرحمن باري، كلاوديو أميرال بالإضافة إلى أدريس الأمين، وفيرغولو، ياسين أدلي، أمانويل، وعمر ياسين. الكرة لمدريد مرت إلى خارج أرضية الملعب. عدد من الأسماء ذات الأصول العربية في بي اس جي في باريس سان جيرمان، عندنا عمر ياسين، ياسين عدلي، عبد الرحمن باري، وادريس الامين، الاسماء الحاضره في قائمه باريس سان جيرمان، الفريق الاكثر مشاركه وحضورا في بطوله الكاس منذ ستة أو منذ خمسة نسخ سابقة، ونحن نعيش في النسخة السادسة من عمر هذه البطولة. كرة ملعوبة، ثاني لقاءات اليوم الثالث في بطولة الكأس، يومين انقضت ويوم ثالث
تقام لقاءاته. شاهدنا اللقاء الذي جمع ما بين روما الإيطالي الذئاب حينما قابلوا فريق فرانكفورت الألماني في لقاء كانت نتيجته للألمان على حساب الطليان في اللقاء الماضي. مواجهة أوروبية وهنا لدينا مواجهة أوروبية أخرى ما بين مدريد وبي اس جي. كرة وسط الملعب، النقلة، المحاولة لدى لويس جونيور على الطرف الأيمن يبحث من خلالها عن الوصول إلى شباك الفريق الباريسي من خلال دقائق أولى. كل فريق يبحث عن الوصول إلى مرمى الآخر وكل فريق يرغب في اعتلاء قمة هذه المجموعة. كرة واصلة لدى إسماعيل ألامو بالطرف الأيسر، دانيال غارسيا، غارسيا محاصر من لاعبين. الكرة بعد ذلك لازالت مدريدية، تعود لدى بيرماني حارس المرمى. إطلالة أولى للفريق الباريسي من خلال هذه النسخة، بينما الموعد الثاني والظهور الثاني بالنسبة لريال مدريد. لعبوا بالأمس من أمام النادي الأهلي السعودي وانتهت بسداسية لريال مدريد مقابل هدف وحيد للنادي الأهلي. صدارة المجموعة ما بين الباريسي والمدريدي في مجموعة تعتبر من أصعب وقت المجموعات في بطولة الكأس. لدينا أربع مجموعات، ثلاث فرق واثنى عشر فريقا في هذه البطولة. تتكلم عن 12 مدرسة كروية مختلفة تقدمها بطولة الكأس من خلال نسخة هذا العام. من يا ترى يكون فيها بطلا من خلال هذا العام؟ بالوسط كرة بتعود لدى أليخاندرو زيكري، يقف على كرته، يلعب التمريرة بالجانب الأيسر، بعد ذلك تعود إلى منتصف الملعب. ننتظر إثارة أكبر، ننتظر تشويق أكثر من خلال دقائق هذه المواجهة. بيرا ينتظر زميله مدريد الذي قدم العديد من الأسماء وقدم لعالم كرة القدم العديد من النجوم والأساطير، يسعى لتقديم أساطير وأسماء ونجوم أخرى في دنيا كرة القدم. كرة بالكعب أرضية واصلة باريسية وبيدت مدريدية، المحاولة مستمرة، الإباد يأتي من جانبي بنيامين غاري. الكرة مرة أخرى بتعود، إصرار عجيب، لاعب في المنتصف، صراع على منتصف الملعب من جانب كلا الطرفين. من يسيطر على المنتصف سوف يظفر بنتيجة اللقاء. كرة كارلوس، لمسة، حضور آخر أيضا للريال في هذه البطولة، تواجد في بطولات سابقة. وللمعلومية أنزو ابن الأسطورة وابن المدرب الحالي والنجم الفرنسي الكبير زين الدين زيدان، واحدا من الأسماء التي حضرت هنا، تواجدت هنا، لعبت هنا على ملاعب سباير مع الفريق المدريدي في السنوات الماضية. إنزو زيدان ذلك النجم، ويقولون والمثل يقول أن ابن الوز عوام، لذلك إنزو هو ابن زيدان. زيدان أسطورة فرنسية،
لكنها تجد كل التحية في مدريد. اليوم عندنا فرنسا وإسبانيا. كرة إلى رمية تماس حاضرة لدى الفريق المدريدي. مدريد راؤول، مدريد سيلغادو، مدريد زيدان، مدريد الأزمان والبطولات، مدريد أوروبا وكبيرها ريال مدريد. ياه، لما تذكر مدريد لابد أن تذكر الأسماء والأساطير، بل يأتي إليك كثير من الأسماء التي مرت في تاريخ ريال مدريد. كرة أرضية مرت إلى خارج أرضية الملعب. أخ عاد البرشلوني يقولوا برشلونة، الآن برشلونة مش موجود في بطولة الكأس، لكن ريال مدريد حاضر وموجود من خلال هذه النسخة. لدينا خطأ، ركلة حرة مباشرة موجودة لمصلحة بي اس جي، لمصلحة باريس سان جيرمان. في انتظار تنفيذ الخطأ، حارس حاضر وموجود من جانبي الرقم 7 جوزي دايفالي. كرة عالية مرت من الكل، ذهبت بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، وركلة مرمى لمصلحة ريال مدريد. أدريان جوميز، الجماهير الحاضرة القليلة في ملعبي، أو بعض الحضور الجماهير الجيد دعني أقول في ملعب سباير، بدأ بالمساندة، بدأ بالمؤازرة، وبدأ بالتشجيع. الآن بعد مرور 10 دقائق من زمن أحداث هذا اللقاء، كرة تبقى الأقصى اليمين، الأرضية تنتظر من جانب جوزي، النقلة لدى فالي مدريدية، التغطية الدفاعية من آرثر، لويس جونيور في المتابعة. صراع أوروبي كبير وتنافس كبير وتقارب من خلال 10 دقائق أولى لا يمكن من خلالها معرفة من الأقرب، من أيضا صاحب الحظوظ الأكبر في الوصول للنقاط 3. لويس، مرور ومهارة عالية يا ولد، يا سلام على لمحة جاءت من الأسمر، لكن الكرة عادت بعد ذلك لدى ريال مدريد. الجماهير الحاضرة تردد ريال مدريد، فريق شعبية جارفة في كل أرجاء العالم، ليس في أوروبا وليس في آسيا وليس في أفريقيا، بل في كل قارات العالم وفي كل العالم تجد أنصارا وعشاقا للمرينجي. كرة حاضرة لمدريد، سهلة في يدي بيرماري دانييل في اللقطة الماضية. كرة بتلعب، الحذر من اللاعب بالخلف، الدقائق تسير دون مشاهدة أي محاولة خطيرة تذكر من جانب الفريقين. نقلة لدى إسماعيل لامو مرر كرته، وقوة حكم اللقاء عبد العزيز موسى يأمر بالاستمرارية، لا وجود لخطأ، المرتدة لباريس سان جيرمان، النقلة لم تصل لدى منويل، أتاها كان من المفترض أن تصل يا منويل، لكن الدفاع قرأ ذلك. جوزي ديلفالي يحمل القميص رقم 7، القميص الذي يرتديه في الفريق الأول، كلكم تعرفوا وكلكم أيضا ذكرتوه لما قلت القميص رقم 7. إيه هو الدون كريستيانو رونالدو. أرضية
كرة حافرة مدريدية وصلت إلى يدي بيرماري دانييل حارس مرمى بي إس جي. كما ذكرت الفائز من هذا اللقاء مرشحا كبيرا لنيل لقب هذه البطولة من الفرق المرشحة لنيل اللقب السادس في بطولة الكأس. هنا الكابتان أليخاندرو زكري الرجل الذي يرتدي شارة القيادة والكابتنية. أتكلم عن أليخاندرو زكري. زكري بالوسط نقلة ولمسة إيفان ريفيرو وقف على كرة ميغيل بيريز لعب كرة في الجانب الأيمن تمر بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس. هذا أشرف ميغيل بيريز الذي حاول في الكرة الماضية كرة لا زالت في اللعب لويس جونيور يعيد كرة لدى بيرماري بمبدأ الأمان والإطمئنان ينقل كرة في الجهة اليمنى لمسة محاولة من الكابيتانيو كلاوديو أمير ألادو. هذا كلاوديو أمير ألادو يرتكب خطأ كلاوديو على جوزي ديلفالي وعبد العزيز الموسى لا يتردد في احتساب الخطأ بالأمس لعلها كانت مواجهة سهلة للفريق المرينجي. الليلة لا تبدو كذلك والبداية توضح كل هذا. خطأ ركلة حرة مباشرة مدريدية حكم اللقاء يستدعي كل من أليخاندرو زكري بالإضافة أيضا إلى الباريسي عبد الرحمن باري في اللقطة الماضية. هذا أليخاندرو زكري الكابتن لريال مدريد. صافي رجعت كرة بتتهلى الراسية تبر من جانبي إدريس الأمين المرتدة فيها خطأ وأيضا ربما يكون فيها بطاقة على آرثر ريني عبد العزيز بعد تصرفه بتسديد الكرة لكن يبدو أن عبد العزيز الموسى اكتفى بالإنذار الشفهي. ألفارو بنتو فيلارا الرجل الذي كان في الصورة بينما هنا لوران جين هاورت كلا المدربين يقف يعطي التعليمات ويوصي لاعبيه كرة عالية والتغطية والارتقاء من جانب عبد الرحمن باري في الكرة الماضية. شوف باري جاء وانبرى لها وأبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة ركنية مدريدية. هل تستغل من صغار الملكي؟ هل تستغل من صغار مدريد؟ الكرة تتحط أليخاندرو زكري يضيع فرصة التقدم من خلال الكرة الماضية. كان بالإمكان أن يتقدم ريال مدريد لكن الكرة اعتلت وذهبت بعد ذلك من أليخاندرو زكري إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى. على اليسار لمسة تمريرة لدى باري أو لدى توم إريك كريستيان تمر إلى خارج أرضية الملعب رمية التماس بعد عملية ضغط حافرة. ريال مدريد بدأ يتفوق بتفوق بصيص على بي إس جي نحو الاقتراب من الشباك ونحو الوصول إلى مرمى بيرماري دانييل.
هل يفعل ذلك؟ هل يسمح له بذلك دفاع الفريق الباريسي؟ النقلة مدريدية، اللمسة من جوزي دالفالي، الكرة بتعود، عدد من التمريرات، عدد من النقلات، بغية الوصول إلى مرمى بيسي، الفريق الذي يعود كل لاعبوه من أجل التغطية الدفاعية، من أجل إقفال كافة المنافذ المؤدية إلى مرمى ماري دانييل. لا يترك فرصة لريال مدريد، وهم من شاهدوه بالأمس وشاهدوا قوة الهجومية من أمام النادي الأهلي، وشاهدوا تلك السداسية التي حضرت في مباراة الأمس. لذلك لوران جين هارت يعلم ذلك. كرة لبيسي عرضية أبيدت من جانب بنيامين غاري، بكرة كادت أن تكون حاضرة. الاستلام لدى ياسين عدلي، عدلي على الجانب الأيمن، بيسي، باريس سان جيرمان يحاول الدفاع، كرة بالكاب راية، عمر ياسين عرضية، وفي يدي أدريان غوميز، في يد أدريان غوميز كرة بالخطأ. بدأ لاعبو الفريقين ونحن نقترب من الثلث الساعة الأولى من العشرين دقيقة الأولى بالدخول بأجواء اللقاء. محاولة مهارية، إصرار من جانب إدريس الأمين، كرة واصلة لدى عبد الرحمن باري، صراع مع أنطونيو مانويل، كساس، كساس يبحث، يمرر، كرة لمدريد، تسديدة والتصدي من بيرماري. مجهود رائع من جانب أنطونيو مانويل كساس، لكن الكرة بالأخير على مرتين بعد أن جاءت من ميغيل بيزا بيريز بيدي بيرماري دانييل. تصدي للمحاولة الماضية، كرة تمر إلى خارج أرضية الملعب. لدينا أرتر أريني عبد العزيز، اللاعب الذي نحيل القوام. توم كريستيان الظهير الأيمن يلعب كرة للمنتصف. الصراع الإسباني الفرنسي في بطولة الكأس الدولية يبدو في أشدة، ويبدو أنها واحدة من أصعب وتلقات هذه البطولة. أدريس الأمين إلى أرتر عبد العزيز، استلام من عدلي، ياسين ينقل البينية بالعمق، الكرة الآن لدى باريس سان جيرمان، اللمسة لدى عمر ياسين، الدفاع يقرأها ويبيدها. تارة يمتلك لاعبو مدريد الكرة، وتارة تجدها لدى لاعبو بي اس جي. خطأ يرتكب من عبد الرحمن باري، وأيضا من جانب عمر ياسين على أنطونيو مانويل كاساس. لاعبين ذو الجذور العربية الحاضرة في باريس سان جيرمان، عطر باريس الفواح. هذا الفريق الباريسي يأمل كما حال مدريد في إبراز وإخراج نجوما لمستقبل يكون واعدا ورايا، ومستقبلا من خلاله تستمر العملقة والسيطرة بالنسبة على كرة القدم الفرنسية لباريس سان جيرمان. حالها من حال مدريد، نعلم أن ريال مدريد هنالك بجانب القطب الآخر والعملاق الآخر برشلونة، يبقى هذا الثنائي هو الأكبر
والأضخم بل أنه الأبرز في إسبانيا. تروح على فرنسا بي اس جي مارسيليا الفرق الكبيرة. نقلة خاطئة عليبات لا يأتي مدريد كاد يقترب لكن ناباري أبعد الكرة المرتدة حاضرة لدى عمر ياسين. عمر كرة تقطع تصل مرة أخرى لدى إيفان ريفيرو فالو. رمية التماس حاضرة موجودة. نقترب من الدقيقة 24 نلعب في الدقيقة 23 والنتيجة لا تزال سلبية لا تزال بالتعادل السلبي ما بين ريال مدريد بي اس جي في ثاني لقاءات اليوم الثالث لبطولة الكأس الدولية. بالمنتصف على الطرف الأيسر وصل لدى دانيال غارسيا. غارسيا يعيد كرة لدى إسماعيل ديلو. مرة أخرى تعود إلى أدريان جوميز لا يستطيع الإمساك بكرة أدريان. يبحث الآن لاعب ريال مدريد بنقل الكرة للأمام. الكرة لا زالت تتحضر بالخلف. أدريان جوميز النقلة الطولية كرة عالية تمر إلى خارج أرضية الملعب. 12 فريق في هذه البطولة تظاهرة واحتفالية وأجواء أكثر من رائعة هنا حقيقة في ملاعب سبير من خلال هذه البطولة. أجواء رائعة وتنظيم عالي وفرق عالمية أيضا كبرى بمدارس مختلفة. لدينا بيس في ايند هوفن الهولندي، لدينا الرجاء البيضاوي المغربي، لدينا فريق اكاديميه سباير. هذه الفرق الثلاث في المجموعه الاولى، بينما بايرن ميونخ بالاضافه الى كاشيوا الياباني وريد بول سيسبورغ النمساوي في المجموعه الثانيه. الثالثة تضم الترجي التونسي وفرانكفورت الألماني وروما الإيطالي، بينما المجموعة الرابعة والتي لدينا أمامنا واحدة من لقاءاتها تجمع ما بين ريال مدريد بي اس جي والنادي الأهلي السعودي. بالوسط كرة على الطرف الأيمن حاضرة لدى توم كريستيان. توم كريستيان بنقلة بينية على أرضية أطول من اللازم مرت إلى خارج أرضية الملعب من عمر ياسين وركلة مرمى لدى ريال مدريد. ما في حد أفضل من حد، ما في حد أفضل من حد، لا يمكن أنك تميل كفة على حساب الأخرى. تكافؤ في الأداء، تكافؤ في النتيجة. من يقص شريط الأهداف، من يصل إلى مرمى الآخر أولا. كل هذه التساؤلات الدقائق القادمة كفيلة بالإجابة عليها. رمي التماس لدى آرثر عبد العزيز الظهير الأيسر. يلعب كرة لدى ياسين عدلي. ياسين عدلي يفقد كرته مباشرة للأمام. المحاولة المدريدية أنتونيو كاسوس وقع وعبد العزيز موسى يمر بالاستمرار. المحاولة قائمة من الطرف الأيمن عرضية أنتونيو تتحط. محاولات ريال مدريد مرت بجوار مرمى باريس سان جيرمان. لم تستغل الكرة التي اجتازت في الأول من أنتونيو مانويل كاساس، لم يستغلها كارلوس ألكارا لوبيز. كارلوس لوبيز
كان بالإمكان يا ألفارو بنتيو أن يضع هدفا بصورة أفضل. لمسة بالجانب الأيسر عمر ياسين، الكرة بالوسط وقويتي لكلاوديو أمير لادو. أمير لادو يقع على أرضية الملعب بعد صراع وخطأ يرتكب، والصافرة من عبد العزيز موسى. نصف ساعة نقترب منها متابعينا مشاهدينا عبر شبكة قنوات الكأس من لقاء بي سي وريال مدريد. التعادل السلبي لا زال حاضرا مستمرا في هذا اللقاء، لا أتوقع أن ينتهي بنتيجة سلبية. الأهداف قادمة من خلال مستقبل هذا اللقاء. الكرة الأرضية أو الطولية، عبد الرحمن باريا بعدها، هناك راية وتسلل، ضربة حرة غير مباشرة موجودة. القرار من حمد الأجي المساعد الثاني الواضح في اللقطة الماضية وإعطاء الشارة في اللقطة الماضية. كرة بالطول، استلام تغطيه من اليخاندرو زكري، تكافؤ على صعيد البنيه الجسمانيه، كل شيء متكافئ، الامكانيات القدرات، لقاء اوروبي على صعيد ناشئي كبار اوروبا او من الفرق الكبيره في اوروبا. ريال مدريد بي اس جي، مدارس اوروبيه كبرى منها هذين المدرستين، وأوروبا بها العديد من المدارس الكبيرة. تروح على إيطاليا موجود، تروح على إسبانيا موجود، تروح على ألمانيا موجود، تروح على إنجلترا موجود، فرق ونجوم وتاريخ وأساطير كرة القدم الأوروبية، أساطيرها كثر. يعني أنت بس بتروح على فرنسا تقول مين وتخلي مين؟ تذكر زيدان، تذكر الأسماء، تذكر التاريخ والملاحم وبطولة المونديال لجيل رائع بالنسبة لفرنسا. لاتيني أيضا، لاتيني يذكر. تروح على إسبانيا عد واغلط، راؤول. عندك أيضا من الأسماء القديمة التي قدمت وحضرت، تشافي اللاعب الحاضر والمستمر أيضا، في اللاعب يتواجد في دوري نجوم قطر بجانب نادي السد، راؤول، تشافي، كارلوس بويان، قلب الأسد، نجوم كثار. البعض منهم غادر والبعض منهم لا زال يعزف فنونة. كانيستا مثلا، هذه المواهب الفذة التي تقدمها الكرة الإسبانية هي تنتظر أيضا مواهب ونجوم ينتظر منها تتلالأ في ملاعب كرة القدم، لعل الأسماء الحاضرة هنا أمامنا في ملعب سوير تكون منها. لمسة من كلاوديو أمير لادو، الكرة بالخطأ من جانب ياسين عدلي، طالت على توم كريستيان ومرت إلى الدفاع. 47-53، سيطرة قليلة نسبية لريال مدريد. رابير بالخطأ إلى عدلي، عدلي أطول من اللازم إلى عمر ياسين، ثاني كرة طويلة تلعب من جانب ياسين عدلي، هذه المرة قصيرة
الى توم كريستيان بالخلف عبد الرحمن باري. كل فريق لحتى الان لا يفك شفرة الاخر، كل فريق لحتى الان لا يعرف خبايا الاخر وكيفية ايصال الكرة الى شباكه. دانيال بداية هجمة لميسي، لكن الكرة من بدايتها خاطئة، لذلك هي تتحول إلى ريال مدريد. عدد من النقلات بالخلف، بناء الهجمة يأتي من خط الدفاع، حيرة كبيرة يجدها اللاعبون في كيفية بناء الهجمة على اعتماد على الكرة الطولية، لكن كرة بنيامين غاري كانت خاطئة على أخطاء من يستغلها، والكرات الثابتة في هكذا لقاء يلعب بهذه الصورة بهكذا سيناريو هو من يكسب النقاط الثلاث. يعني اللي الخطأ في هكذا مباراة جول، الغلطة بهدف، ومين اللي يغلط؟ يا ياسين عدلي، هذا ياسين عدلي خاضب يعاتب زملاء بخط الدفاع. ركلة المرمى نفذت عالية، كرة على اليسار، ايضا بتعود الاستلام مع حاضر، والتمريرة الطولية دانيال غارسيا، محاولة لمدريد، لكن ايضا التغطية تأتي من عبد الرحمن باري، والوقوع لغارسيا وسط قرار بالاستمرارية من عبد العزيز موسى في اللقطة الماضية. عامر الرجل، 10 دقائق تفصلنا على نهاية الشوط اللقاء الأول، الشوط الذي لا أحد يتفوق فيه على الآخر. عدلي، لمسة من كلاوديو، الخطأ حاضر والغلطة ممنوعة والغلطة جول، لكن الدفاع ومن أخطأ كلاوديو أمير الأجوب هو الذي يصحح خطأ ويبعد الكرة الماضية. عدلي ياسين، كرة بخطأ لكن أيضا يكسب خطأ من خلالها. شوف الكرة التي لم تستغل، التي سرعان ما عاد كلاوديو أمير الأجوب للتغطية. دريس الأمين، لم نشاهد صناعة لعب، لم نشاهد فرص كثيرة تخلق من جانب الفريقين. خمس تسديدات كانت حاضرة بالإحصائية لمصلحة ريال مدريد. اللمسة من جانب أليخاندرو زكري، كرة طويلة يلحق على كورتا، هذه خطيرة لمدريد، لكنه باري يظهر مرة أخرى ويبعد الخطر عن مرمى بيسي. عبد الرحمن باري يتألق في بعد عرضية أخرى أيضا تبعد. مدريد الآن يبحث، الريال هل يقترب؟ هل يسجل؟ هل يتقدم من خلال الدقائق القادمة؟ لمسة لدى دانيال غارسيا، الطولية من إيفار ريفارو، الرأسية بيدي بيرماري دانيال، الرأسية بيدي بير ماري دانيال. شوف الكرة التي كانت في انتظار لمسة أنطونيو
مانويل كاساس، كانت تنتظر لدغة كاساس لكن باري حضر بالتوقيت وأباد الكرة. الانطلاقة من آرثر عبد العزيز الظهير الأيسر، يمرر كرة بينية خطيرة، لكن هالمرة بنيامين كاري يقوم بدور الدفاعي ويبعد الكرة. في رغبة، في إصرار، في روح قتالية عالية في كلا الطرفين تجدها. كل فريق يبحث عن الفوز على الآخر، تحدي من نوع آخر ومن نوع خاص هنا بين ناشئي ريال مدريد وبين البي اس جي في بطولة الكأس الدولية. هذا اللي أمامك إيمانويل أتاها، لم يستطيع التغلب على أليخاندرو زكري في المواجهة الثنائية، في المواجهة التي أبيدت. على الطرف الأيمن أليخاندرو، هل يعطي الأرضية؟ أليخاندرو يكسب ضربة ركنية، أما أن الكرة طالت واجتازت ومرت بعد ذلك إلى ركلة مرمى، مرت إلى ركلة مرمى. 7 دقائق وأقل من ذلك، كل ما تبقى من وقت لأحداث شوط اللقاء الأول. شوط كنا ننتظر فيه الأهداف. كرة الآن تلعب، تسديدة، الغلطة بجول، سجل مدريد أنتونيو كاساس، يستغل أخطاء بي اس جي، الغلطة بجول، ياسين أدلي يخطي بعد الكرة وتسديدة في شباك بيرماري دانييل. الغلطة بجول والخطأ ممنوع، والكرة بأقدام أنتونيو مانويل في شباك ومرمى بي اس جي. الميرينجي يتقدم على الباريسي. يا سلام يا سلام يا سلام، هدف يغير من مستقبل ودقائق هذا اللقاء. هدف التقدم بعد خطأ جاء من جانب بيرماني دانييل وأيضا ياسين أدلي. كرة كانت من ركلة مرمى، كرة بالعامية جول ميتة، يعني الكرة كانت بالإمكان أن تكون أفضل مما نفذت، لكن أنتونيو مانويل كاساس استغل هذا الخطأ. وذكرت بأن الأخطاء سوف تأتي منها الأهداف في هكذا لقاء، الأخطاء هي من تأتي بالأهداف. أخطأ لاعبو بي اس جي واستغل ذلك لاعبو ريال مدريد. هذه هي كرة القدم حينما تعاقب. هناك 40 دقيقة فيها تركيز عالي، فيها تقارب، فيها تكافؤ، فيها لاعب في منتصف الملعب، فيها أمور كثيرة. من يخطئ عليه أن يستقبل. عدلي يكسب خطأ، صافرة وسط الملعب، هذا عبد العزيز موسى. كرة
كرة بالوسط لدى كلاوديو أمير لادزر. كلاوديو أمير لادزر بيسي سوف يبحث من خلال الدقائق القادمة وأيضا 45 دقيقة في شوط اللقاء الثاني على أن يعادل، على أن يأتي بالتعديل. لا زال هنالك شوط لقاء ثاني ولا زال لدينا هنا دقيقتين ونصف متبقية. عادل يلعب الكرة على الجانب الأيسر، كرة من أرثر عبد العزيز وعدلي. بي اس جي هجوميا لم يظهر كذلك أيضا، ولو أن ريال مدريد كان أفضل نسبيا في الظهور الهجومي. لاحظنا أكثر من كرة وبدت من دفاع باريس سان جيرمان، وكرة استغلت بعد خطأ مشترك من حارس المرمى وياسين عدلي. لما أقول مشترك، كان بالإمكان من جانب بير ماري دانيال أن يلعب الكرة على الطرفين الأيمن أو الأيسر، لكن هنا فرصة للتعديل لعلها تأتي. عمر ياسين، عمر مر الكرة البينية، الكرة واصلة لدى إدريس الأمين. إدريس يقع ويكسب خطأ على مشارف منطقة الجزاء، خطأ على إدريس الأمين وليس لمصلحة إدريس الأمين. نعم، الخطأ لمصلحة مدريد وليس لباريس سان جيرمان. القرار الذي جاء به عبد العزيز موسى من خلال اللقطة الماضية، صافرة تأتي، كرة ترسل طولية، الارتقاء من لوي جونيور في اللقطة الماضية. دفاع البي اس جي دفاع يقدم أداء عالي ما عدا غلطة الهدف، وطبعا غلطة الهدف لا يمكن تحميلها لخط الدفاع. يعني رأينا عبد الرحمن باري، رأينا كلاوديو أمير لادو، رأينا آرثر عبد العزيز، هذه الأسماء في قلب الدفاع قدمت دقائق رائعة في شوط اللقاء الأول وتصدت الكثير من المحاولات المدريدية للريال. نقلة ذكية، عمر ياسين، عمر في الطرف الأيمن يعيد كرة للخلف، توم كريستيان على أرضية أيضا هي الأخرى تبعد. خلاص الثواني الأخيرة على شوط اللقاء الأول الذي يقترب من نهايته وننتظر صافرته. هنا الصافرة براية وتسلل وضربة حرة غير مباشرة، ضربة حرة غير مباشرة. شوف الإعادة التي جاء من خلالها، التي جاءت من خلالها بحالة تسلل. باري يعيد كرة لدى بير ماري دانيال. دقيقة واحدة وقت بدل ضايع أيها الأحبة، دقيقة واحدة متبقية أو احتسبت كوقت بدل ضايع، احتسبت صافرة نهاية تفاصيل شوط اللقاء الأول أيها الأحبة بتقدم فالح الشمري، والشكر موصول أيضا للكباتن لديك بالاستوديو. بداية شوط لقاء ثاني مشاهدينا متابعينا الأعزاء هنا من خلال لقاء ريال مدريد وبي اس جي في بطولة الكأس الدولية. شوط لقاء أول انتهى بتقدم ريال مدريد بهدف مقابل لا شيء عن طريق أمانويل، أو عن طريق نعم مانويل كاساس في الدقيقة 40 بعد خطأ كان حاضر وموجود استغلت من خلاله الفرقة المدريدية هدف الوصول إلى الشباك.
شوط لقاء ثاني، يا ترى كيف سوف يكون شوط لقاء ثاني؟ ننتظر منه الكثير من لاعبي الفريقين، وننتظر أداء مميز من خلال لاعبيه. كرة بتلعب لدى بيس جي، نقلة بعد ذلك لمسة، كرة بتعود إلى الخلف من جانب لويس جونيور. لقاء كان فيها الكثير في شوط اللقاء الأول من الجوانب الفنية والتكتيكية والتكافؤ والصراع من جانب لاعبي الفريقين، الأمر الذي شاهدناه من خلال 45 دقيقة. هل نشاهد ذلك في شوط اللقاء الثاني أم أن الأمور تختلف؟ بلا أدنى شك أن باريس سان جيرمان سوف يبحث عن التعادل، ولن يهدأ له بال إلا أن يعود ويعادل من خلال الدقائق القادمة، بينما ريال مدريد يبحث عن التعزيز بهدف ثاني وتحقيق الفوز الثاني واعتلاء صدارة هذه المجموعة والتغلب من خلالها. نقلة ومحاولة لدى أمانويل أتاها الظهير أو اللاعب، هنا لدينا أرثر عبد العزيز النحيل، اللاعب القصير المهاري، اللاعب الذي يتواجد بالجهة اليسرى لمصلحة بيسي. كرة حاضرة لدى الفريق الباريسي، عمر ياسين يلعب كرته تبعد من الدفاع البينية، تصل إلى رمية تماس، رمية جانبية من الجهة اليمنى على التنفيذ. توم كريستيان ينتظر أحد من زملائه في ظل الرقابة المفروضة من لاعبي ريال مدريد. نفذت رمية التماس، وصلت لدى عدلي ياسين، مرر لأرثر عبد العزيز على أرضية من الأسمراني، مرت وهنا مطالبة بلمسة يد من لاعبي بي اس جي، لكن عبد العزيز موسى يأمر بالاستمرار ولا يشير لوجود ركلة جزاء. هنا لعادة، هنا ركلة الجزاء التي لم تحتسب من جانب حكم اللقاء عبد العزيز موسى. كانت تبدو لي أن هنالك ركلة جزاء واضحة لم يتم احتسابها في اللقطة الماضية. رمية التماس، هذا عبد العزيز موسى الحكم الذي يقود هذه المواجهة الأوروبية الخالصة هنا ما بين مدريد وبي اس جي، الريال وبي اس جي، وكرة لدى مدريد عرضية لعبت وصلت إلى الجانب الأيسر، غارسيا يلعب كرة يعليها وبعدت فرسية من عبد الرحمن باري، واحدا من نجوم شوط اللقاء الأول عبد الرحمن باري قلب الدفاع الحاضر لدى باريس سان جيرمان. ثاني ضربة ركنية في اللقاء، وأيضا ثاني ضربة ركنية لريال مدريد، ثاني ضربة ركنية لدى ريال مدريد. ننتظر تنفيذ الضربة الركنية، هل تستغل؟ ضربة ركنية نفذت عالية على القائم البعيد، اجتازت طالت ولم يستطيع بنيامين كاري اللحاق بها لتمر بعد ذلك إلى ركلة مرمى في اللقطة الماضية. خمس دقائق من بداية شوط اللقاء الثاني، نذكر بأن الفائز في هذا اللقاء سوف يكون على قمة هذه المجموعة، أو دعني أقول لا، يعني ليست مرشح لأن يكون على قمة المجموعة. إن كان ريال مدريد فهو على القمة، وإن كان بي اس جي فلديه لقاء متبقي من أمام الأهلي السعودي، ثالث أضلاع هذه المجموعة، المجموعة الرابعة. ياسين عدلي ينقل كرة على الطرف الأيمن بعد لمسة من كلاوديو، يحاول الآن بينية،
مرت من أمام الكل ومرت وتهادت من أمام شباك ريال مدريد ومن أمام أدريان غوميز. الكرة الماضية كان بالإمكان أن يعادل في هذا التوقيت باريس سان جيرمان، لكنه فيرغولي بوستليتشي لم يستغل الكرة العكسية ومرت من فيرغولي إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى، كرة بالخلف. ثلاث لقاءات الليلة لدينا في بطولة الكأس في يومها الثالث، هنا اللقاء الثاني. اترخت فرانكفورت الألماني، لعب مع روما الإيطالي وتغلب عليه، بينما هنا لدينا اللقاء الثاني ويتبقى في الثامنة إلا خمس دقائق. ثالث لقاءات اليوم، ريد بول سيزبورغ يقابل كاشيوا الياباني على صدارة مجموعة غادر أو داني أقول كان الحلقة الأضعف بها الفريق البافاري بايرن ميونخ الذي تلقى خسارتين من أمام كاشيوا ومن أمام ريد بول سيزبورغ أولا ليفقد حظوظه في المنافسة على اللقب رقم 6، على اللقب السادس في بطولة الكأس الدولية. 6 أعوام نعيش في العام السادس من هذه البطولة، سنوات تمر ولاعبون وفرق كثر حضروا منذ البدايات إلى هذا التوقيت في موعد سنوي معتاد. تغيير لمصلحة ريال مدريد يجريه المدرب ألفارو بينيتو فيلارا، يخرج إيفان ريفيرو. إيفان ريفيرو غادر، يترك أرضية الملعب. إيفان ريفيرو يأتي بدلا منه أنطونيو فرنانديز من قائمة البدلاء. نعم، أنطونيو فرنانديز هو الورقة التي يزج بها بهذا التوقيت المدرب ألفارو. يأتي بتغيير أول، محاولة كرة طولية بعد ذلك تمر إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس. يبقى بي اس جي بالإضافة إلى ريال مدريد من الفرق المرشحة وأبرز الفرق لنيل لقب بطولة الكأس الدولية بنسختها السادسة. مدرستين كروية كبرى أيضا تقدم مواهبها نجومها كما تدنى على المواهب أن تقدم في هذه البطولة. كرة بالطرف الأيمن، آرثر عبد العزيز، بعد ذلك بتعود المحاولة تمر إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمي التماس. لن يهدأ بال للفريق الباريسي إلا وأن يعادل النتيجة من أمام ريال مدريد. أفضلية تقدم للميرينجي، هذا الأمر يجعل منهم ويطالبهم بالحفاظ عليه من خلال الدقائق المتبقية. كرة بتتعلم من آرثر عبد العزيز، صراع من ياسين أدلي بالإضافة إلى خطأ يأتي من خلال اللقطة الماضية. لقاء ساخن للغاية وصراع أوروبي. داني أقول أنه من أفضل اللقاءات من خلال الأيام التي تمضي في بطولة الكأس، للنواحي الفنية، الإمكانيات التي يقدمها اللاعبون تبدو عالية وتبدو أيضا فارقة وبشكل واضح. خطأ
ركلة حرة مباشرة لدى القميص رقم 10 لدى بيريز. هل يأتي بها بيريز؟ هل يأتي بالثاني لريال مدريد الإسباني؟ هل يأتي بالثاني للميرينجي؟ هل يضع ثامن أهداف الفريق الملكي في بطولة الكأس؟ هل يعزز الصدارة؟ الأنظار كلها مع بيريز. بيريز هذه وين يا بيريز؟ هذه بعيدة يا أسباني، إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى لدى بيرا ماري دانييل. تغييرات من كلا المدربين وتغييرات تبدو لي بالجملة. الآن يأتي لدينا اللي هو لوكاس برناردو، بالإضافة أيضا إلى اللاعب الآخر ثومو تيربي، اللاعب الذي يأتي من قائمة البدلاء لدى السيد لورانت جين هاورد. أيضا رقم 9 راؤول سان سيغاندو يأتي إلى ملعب اللقاء. هي رسائل يبعثها المدرب وتغييرات يقوم بها المدرب للزج بها. كرة بتعود، تغييرات من أجل إحداث المتغيرات، من أجل إحداث الفارق. كرة بالطرف الأيسر تمر إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس. 60 دقيقة من اللعب نقترب منها، من زمن أحداث هذا اللقاء، اللقاء الذي لا زال بتقدم لريال مدريد. كرة بالطرف الأيسر، أنطونيو فرنانديز البديل من البديل الآخر اللي هو راؤول سان سيغاندو، طالت على راؤول وذهبت إلى خارج أرضية الملعب. الخطأ الذي وقع فيه لاعب بي اس جي هو من منح ريال مدريد التعادل، ولولاه لكانت الأمور لحتى الآن سلبية ولا زالت بتعادل سلبي. ولكن الأخطاء تأتي منها الأهداف، هذا هو حالها كرة القدم. تيموثي تيربي، نقلة من جانب كلاوديو، أمير لاجو على اليسار، أرثر عبد العزيز ينقل كرة بينية واصلة بيدين حارس المرمى أدريان غوميز. أدريان غوميز هنا المذيع الداخلي يذكر لنا التغييرات التي جاءت في الدقائق الماضية. راؤول سان سيغاندو، ولما تقول راؤول فيبقى راؤول غونزاليس، ذلك الهداف التاريخي والنجم الكبير، واحدا من العلامات الفارقة تاريخيا في ريال مدريد. ومش كل راؤول راؤول، ها يا الفارو بنتو، مش كل راؤول هو راؤول غونزاليس، لا يتكرر. ذلك النجم الإسباني، ذلك الهداف الفذ على صعيد ريال مدريد وأيضا المتادور الإسباني والمنتخب الإسباني. هنا الخطأ، صراع ما بين الكابتن والكابتن أليخاندرو وكذلك كلاوديو أمير لاجو. ساعة كاملة من اللعب، الأمور لا تزال لريال مدريد. النقلة الطولية لحتى الآن يفتقد لاعبو بي اس جي، أقول يفتقدوا، يفتقدوا ليش؟ لماذا يفتقدوا؟ أو ماذا يفتقدوا؟ يفتقدوا للحل الهجومي، يفتقدوا للمنهجية الهجومية. لا نشاهد من فرص تهدد مرمى أدريان غوميز، لا نشاهد ذلك. تمريرة بنيامين غاري يعيدها إلى غوميز. غوميز على الطرف الأيمن لدى بنيامين. بنيامين
يلعب كرة لكن أيضا محاولة لدى كلاوديو أمير لاديو لاعب منتصف الملعب لويس جونيور. لويس يحاول من خلال تمريرة بعد ذلك نقلة. صناعة كرة بالخلف من جانب باريس سان جيرمان الفريق الذي يبحث عن التعادل يبحث عن نقطة على أقل تقدير لأن لديه مباراة من أمام النادي الأهلي. كرة بالطرف الأيمن على أرضية باريسية استلام محاولة لكن الدفاع يبعدها من خلال الكرة الماضية ويبعد الخطر عن مرمى الفريق المدريدي. محاولة من المحاولات الخجولة محاولة من المحاولات الخجولة التي تأتي لبي اس جي لقبين ويطمح للثالث. مثل يقول ما يفل الحديد إلا الحديد. عاد هنا مدريد وأوروبي مع أوروبي ما يبرمش. أوروبي على أوروبي ما يبرمش. ستة اللي هو كلاوديو أمير لاتو مع تقدم الدقائق أمر طبيعي أن يتقدم لاعبو بي اس جي للأمام أن يكثفوا من محاولاتهم أن يتقدموا أكثر. محاولة إيجاد طريق يصل به إلى شباك ريال مدريد. باري ينقل كرة في الطرف الأيمن على أرضية استعجل فيها عمر ياسين ولعب كرة بهذا الشكل وسدد كرة بهذه الصورة البينية رائعة لكن أرادها عمر ياسين مباشرة إلى شباك أدريان جوميز لكنها اعتلت ومرت إلى ركلة مرمى. كرة لدى لويس جونيور أو لدى بنيامين غاري. هنا لويس جونيور يتركها إلى بيرماير ليعيد كرة للخلف. معدل ركض عالي من لاعبين الفريقين مجهود وافر. هنا الفوارق فرق الأوروبية. اللاعب الذي يأتي من هذه المدارس الكروية الكبرى يبدو بصورة واضحة منذ الصغر ومنذ سنواته الأولى في التكوين الكروي. شوف الجدية شوف الاحترافية بل أنك في بعض الأحيان تشاهد من هؤلاء اللاعبين الصغار بعض الجوانب اللي ما تشوفها في لاعبين في سن متقدمة في عمر متقدم. شوف لك لاعب عنده 25 سنة عنده 28 سنة يمكن ما عنده اللي يملك اللي تحت 17 سنة في مدريد ولا بي اس جي. مشكلة هذا دي مشكلة كبيرة. يعني أحيانا لديك لاعبي خط دفاع مثلا ما يعرف يتمركز ما يعرف يتحرك لاعب خط دفاع وتلقى عمره 31 سنة. يعني عمرك 31 وما تعرف تتمركز شلون كيف بينما مدافع في 16-17 يتمركز ويعرف يتحرك. سبع يغادر 12 البديل جوزي غادر وبديله ميركا ألكساندرو. ميركا ألكساندرو
بديلا يأتي بهذا التوقيت من جانب ريال مدريد. باري يقع من ثم يقف يعيد كرة لدى بيرا ليفتونيون. محاولة بالجانب الأيمن. تدخل قوي. تدخل أيضا يبدو بهذه الصورة. الكرة حاضرة بالجانب الأيسر. محاولة وتمريرة أيضا بكرة بتعود. التمريرة حاضرة لدى بي اس جي. بعد ذلك محاولة بناء الهجمة. كرة تعود. الطرف الأيمن. سبعة وستين دقيقة. الآن الجماهير الحاضرة في مدرجات ملعب إسبانيا. الملعب رقم خمسة بلمس المباريات كانت تقام على الملعب رقم أربعة. الليلة في سباير فايف هنا هذا الملعب. الملعبين التي تحتضن مباريات منافسة بطولة الكأس الدولية. مساندة وجماهير تهتف باسم ريال مدريد. تردد ريال مدريد ريال مدريد. هكذا يردد الجماهير الحاضرة. فرصة للتواجد للمشاهدة للحضور لهؤلاء اللاعبين نجوم المستقبل والغد المستقبل القريب جدا 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 ليس المستقبل البعيد. ولما أقول المستقبل القريب يا صغيري أعي بذلك أن إنزو زيدان كان هنا ومنير حمداوي مر من هنا ولعب هنا وليس ولما لا نرى اسما قادما في سنوات من خلال السنوات القادمة القريبة. موسى سيساكو. موسى سيساكو. موسى يأتي بديلا من جانب لورنت جين هاورد في العشرين الدقيقة الأخيرة. أودان يقول في الواحد وعشرين دقيقة أخيرة متبقية. لمسة وتمريرة بالمنتصف. الكرة بعد ذلك فيها خطأ حاضر من الدفاع لذلك تعود. هل يقع دفاع؟ بي اس جي او دفاع ريال مدريد هل يقع بالخطأ ويهدي ريال مدريد هدفا؟ كل شيء يبدو واردا. والعشرين دقيقة يحدث فيها أمور كثيرة. وقت كبير حقيقة في عالم كرة القدم. عشرين دقيقة. الدقيقة في الواحد صفر تعتبر شيء كثير. ادريس لامين يغادر. اريك جونيور. امبابي ياتي. امبابي ياتي لارضية ملعب اللقاء. تغيير ياتي ويتبع التغييرات العديدة التي جاءت في شوط اللقاء الثاني. لمسة موجودة. محاولة
للمرور، التوغل، شباك مدريد. 1-1، 1-1، اللمسة الأولى، الوهلة الأولى لأريك جونيور. امبابي تصدى لها غوميز، لكن عمر ياسين حولها في مرمى وشباك مدريد. عمر ياسين يعادل للبي اس جي في شباك مدريد. يا لها من دقائق قادمة مثيرة، يا لها من دقائق قادمة مثيرة. راح تشوف دقائق من الآخر، راح تشوف دقائق من الآخر. فيما تبقى من وقت هذا اللقاء، 6-6، كارلوس ألغار لوبيز وكلاوديو أميرالادو في خطأ مشترك ما بين الاثنين. كلاوديو هو اللي ارتكب المخالفة لمصلحة كارلوس لوبيز. من يتفوق على الآخر؟ التحدي الفرنسي الإسباني لا زال مستمرا، والتغييرات أيضا مستمرة. هذا 20 اللي هو مارفين كلابي، مارفين كلابي، تغييرا آخرا يأتي ويحل من ضمن الأسماء التي تأتي بشوط اللقاء الثاني. كرة تمر إلى خارج أرضية الملعب، نعيش ونختلف من الربع ساعة الأخيرة، الربع ساعة التي فيها كل خلاصة هذا اللقاء، وفيها تتضح نتيجة المباراة. ضربة ركنية لريال مدريد، رقابة ماتومان عالية على القائم الأول. الكرة لازالت مستمرة أرضية وبينت من عبد الرحمن باري، المرتدة لذلك جونيور، ولا هذا من تيربي، تيربي بي سي، كثافة عددية، هل يقلب الطاولة؟ الكرة لدى كلاوديو عرضية، بي سي، باريس الثاني. بعيدة هذه، بعيدة هذه، كاد بي اس جي أن يصل مرة ثانية إلى شباك مدريد، لكنها عالية من تومي وإلى خارج أرضية الملعب. يتحسن أداء باريس سان جيرمان، بل أنه بهذا التوقيت يتفوق على ريال مدريد في الأداء والخطورة. نعم لم يكن يملك الحل الهجومي طيلة 70 دقيقة الماضية، لكن في التوقيت السليم والمناسب يجد الحل الهجومي ويصل إلى شباك أدريان غوميز. هنا التسلل، الضربة الحرة الغير مباشرة، كرة بتنقل أمامية، بتعود لمسة، بعد ذلك كرة أخرى يحاول من فيها اللي هو آرثر عبد العزيز. آرثر لا يملك النزعة الهجومية الكافية، آرثر عبد العزيز عموما في كلا الفريقين، يعني الأطراف يعني ما تشوفها كثير. كلاوديو
خطا واضح لمصلحه ليو جونيور. نعم ليو جونيور وقع على ارضيه الملعب على اشتراك وخطا واضح من جانب انتونيو فرنانديز، لذلك لا يتردد عبد العزيز موسى في اعطاء الصافره والخطا اثر هذا التدخل. خطا، كره ثابته، ركله حره مباشره لباريس سان جيرمان. لدينا 76 دقيقة قضت، نلعب في الدقيقة 77 من زمن الشوط اللقاء الثاني والمباراة. كرة بتلعب، ياسين صاحب هدف التعادل، عمر ياسين، عمر مرر، وصلت تومي، عرضية مرة أخرى يبحث عن عمر لكن أقرب إليها رافائيل غونزاليس. كما ذكرت عديد من الأسماء صاحبة الجذور العربية، ياسين عدلي، عمر ياسين، عبد الرحمن باري، أسماء عربية، آرثر عبد العزيز، سموالدا عربي، عبد العزيز. هنا كرة مارفن لعبها بهذه الصورة، ريال مدريد يتراجع أداء لاعبو بعض الشيء. بناء هجمة بالخلف، عبد الرحمن باري يحاول التقدم من الدفاعات، باري إلى تومي، تيموثي ثيربي، رمي التماس بالجانب الأيمن، من يخطف هدف ثاني يخطف النقاط الثلاث، من يأتي بهدف ثاني يضع في رصيده ثلاث نقاط. ريال مدريد لديه ثلاث نقاط على قمة هذه المجموعة، هل يعادل ذلك البي سي أم بأنها تصبح النقطة الرابعة لمدريد والأولى لبي سي؟ ونعتبر لقاء آخر متبقيا في هذه المجموعة يجمع الأهلي السعودي بباريس سان جيرمان. شد ومسك وخطأ واضح في اللقطة الماضية. ميغيل بيريز على كرة ثابتة تبعد 32 متر، بيريز يلعب كرته، الرأسية جاءت من جانب كلاوديو أميرالادو، كرة تبعد إلى رمي التماس، تيموثي تيربي العائد للتغطية الدفاعية هو الذي أبعد الكرة إلى رمي التماس، ألفارو بنتوما مساعديه يتحدث، يراقب، يقف، يوجه الاسباني الفارو بنتو، رمي التماس اليخاندرو لاعب الكره العاليه عبرت من منطقه الجزاء، تعود المحاوله من جانب بنيامين كاري لكن الكره لباريس سان جيرمان، النقله الطوليه المرتده، عمر ياسين على اليمين اقرب لكرته، ياتي اللي هو اسماعيل الامو مره اخرى بتروت. تنافس وأداء كبير للغاية، لا يمكن أن تفضل أحد على الآخر، بي سي ومدريد بهذا الأداء بهذا الحضور بلا أدنى شك أنهم يؤكدوا أنهم من المرشحين بل أبرز المرشحين لنيل لقب النسخة السادسة، وأنا ذكرت ذلك في العديد من المرات. موسى سيسوكو واحدة من الأسماء البديلة التي جاءت في شوط اللقاء الثاني. لدينا 10 دقائق أخيرة، ندخل في 10 دقائق الأخيرة من زمن هذا اللقاء. ما الذي يمكن أن يحدث بها؟ على اليمين
باري باري يمرر لدى آرثر عبد العزيز. آرثر بنقلة ذكية على انطلاقة حاضرة من أريك جونيور. جونيور يحاول التوغل، يلعب كرة عكسية. جونيور دائما هناك بالطرف الأيمن. عمر ياسين حظا على كرة عمر ياسين، طالت لمصلحة ريال مدريد. رمية التماس لدى غارسيا. استغرب من مطالبة عمر ياسين برمية التماس، والكرة كانت واضحة من جانب أريك جونيور بعد كرة عكسية، يعني ما لمست أحد، ما حد لمسها، ما حد كلمها، ما حد مسكها، يعني شلون تكون رمية التماس هذه الآن لبي اس جي. سيسوكر موسى آرثر إلى أليخاندرو زكري. أليخاندرو زكري صراع وكرة لدى ريال مدريد بالجانب الأيمن، البحث عن هدف آخر على أرضية من باري توبات. الاستلام حاضر من مارفن إكنالابي. صراع ومحاولة استخلاص كرة. عمر ياسين استخلص الكرة، ينقلها في وسط الملعب. محاولة التحول الهجومي لبي اس جي، لكن أيضا لوكاس بول برناردو أو هذا أنتونيو فرنانديز. أنتونيو فرنانديز يكسب خطأ. أنتونيو فرنانديز يكسب ضربة حرة مباشرة، يكسب كرة ثابتة. ننتظر الكرة الثابتة، ننتظر الركلة الحرة المباشرة. دائما ما يكون واقف خلفها ميغيل بيريز. هل يصل بالكرة الثابتة بيريز؟ على كرة الرأسية جاءت من دفاع بي اس جي، أقرب إلى التعادل. هذا اللقاء أقرب إلى التعادل إلا إذا ما اقتنص أحد منهما هدفا في التوقيت المتبقي القليل من زمن هذا اللقاء، حيث السبع دقائق المتبقية. آرثر عبد العزيز يحاول، بنية الجسمانية لا تساعد كثيرا. اللمسة سيسوكو على أرضية، والكرة العكسية أبعدها دانيال ماري. دانيال ماري في الأولى، الدفاع في الثانية، لقطة فيها تسلل ورايا على الواضح أمامك في الصورة. دانيال غارسيا، دانيال هو الذي كان حاضرا في التسلل. لاعبين من ريال مدريد كانوا في حالة التسلل. شوف بلال كندوسي الخلاك، اسمه بلال كندوسي الخلاك بديلا لميغيل بيريز. عشرة غادر، 11 بلال. بلال كندوسي هو الورقة التي زج بها المدرب ألفارو بنتو. هذا بلال إلى أرضية الملعب. هل يأتي بالثاني بلال لمدريد؟ تغيير الذي يأتي بهذا التوقيت. هنا موسى سيسوكو الذي يتحدث مع حكم اللقاء ويقول له نبغى عندنا تغيير. ألكساندرو ستيفان، ألكساندرو ستيفان بلوك فرانك ريكارد الهولندي. فاكرين اللوك حق فرانك ريكارد وخلت الأسماء الهولندية مع فان باستن الثلاثي الهولندي. شوف الآن اللوك حق خلت ومسوي ألكساندر ستيفان وفان ريكارد، جيل الهولندي الذي لا يمكن أن يسب. ولدينا في بطولة الكأس فريقا هولنديا وهو بي اس في ايندهوفن. هنا بي اس جي وهنالك بي اس في. كرة تلعب عرضية
أبيدت من جانبي لويت جونيور، استلام لمسة لدى ريال مدريد، فرصة من أجل الثاني، عرضية من جانبي فيرغولي أو كانت من جانبي راول سان، تصدت في إيريك جونيور. الضربة الركنية لريال مدريد قبل النهاية بأربع دقائق، يا له من التوقيت، إن جاء الريال بالثاني، عرضية عالية وكرة بالضيع بعد أن اصطدمت في مارفن، كان بلا رقابة، غاب دفاع باريس سان جيرمان، ومع ذلك لم يستغلوا ذلك لاعب ريال مدريد. يا لها من فرصة كادت تهديهم الثاني. تغييرات ورا بعض ورا بعض، هذا هو. اقول لك على لوك خولي، تعال لوك ريكارد فراك ريكارد، على لوكات اللي زمان، ها ثمانينات يا ايام زمان، اللي هو الكساندر ستيفا البديل الذي ياتي بهذا التوقيت. لمسه عمر ياسين، جاء اليسار يكسب خطا، جاء الجهة اليسار عمر ياسين يكسب خطا، تعليمات الفارو بنتو مستمره، لا يهدى له بال، النقل المحاولة بالجانب الأيسر، الأرضية تلعب بهذه الصورة، محاولة الاقتحام، عمر ياسين طالت على عمر ياسين، مرت على عمر ياسين، ذهبت إلى خارج أرضية الملعب، ذهبت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى. نعيش في الثواني الأخيرة من هذا اللقاء، نقطة لمدريد، ريال مدريد نقطة لبي اس جي، هكذا الأمور تتجه. اللمسة على السلام حاضر من جانبي آرثر عبد العزيز، هدف في هذا التوقيت من الصعب تعويضه، هدف في هذا التوقيت بلا أدنى شك أنه يعطي نقاط ثلاث. التوقيت الحرج، التوقيت الأخير، لمسة حاضرة لدى باريس سان جيرمان، كرة تتحضر بالخلف، الانطلاقة التمريرة أيضا خاطئة، الاستلام من مارفن، أولالي، مارفن ينقل كرة لدى راؤول، راؤول يحاول في الجانب الأيسر، وسط تغطية حاضرة من جانب عمر ياسين، مرت إلى خارج أرضية الملعب، مرت إلى خارج أرضية الملعب، رمية التماس، النقلة بعد ذلك، التغطية. غدا أيضا يوم آخر وموعد آخر مع لقاءات بطولة الكأس الدولية، يوم الغد الأهلي يقابل باريس سان جيرمان في الثالثة والنصف عصرا في لقاء ضمن لقاءات هذه المجموعة، ثلاث دقائق وقت بدل ضايع، مضافة من عبد العزيز موسى، أكاديمية سباير يقابل بي اس في ايندهوفن، بينما ثالث لقاءات الترجي التونسي يقابل ذئاب الإيطالية روما الإيطالي في ثالث لقاءات يوم الغد.
لكن اليوم ايضا لدينا لقاء اخير كاشيوا وريد بول سيسبورغ. هنا وقوع خطا مرتكب بجانب الرقم 9 راؤول سانس يوندو. هنا الخطا، هنا التدخل، ركلة المرمى. الأمور بهذه الصورة تبقي موضوع الصدارة حتى لقاء الغد ما بين الأهلي وما بين باريس سان جيرمان. هنا شت وخطأ لمصلحة بي اس جي. احتياط ريال مدريد مدربة، الكل وقف، الكل كان يطالب بركلة جزاء، لكن الخطأ على راؤول سان سيدو. دقيقة ونصف تمر والمتبقي مثلها من الوقت البدل الضايع. موسى سيسوكو، عمر ياسين بالمنتصف، الاستلام من كلاوديو أمير رادو يبحث عن زميل، يلعب الكرة بالعمق واصل على الطرف الأيمن، خطيرة تسدد وعلى مرتين. جول 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 بيسير ينجح في الدقيقة الأخيرة، ينجح في التوقيت الأخير وفي الوقت البدني الضايع بهدف ثاني. هي اجتازت، هي أتت، هي راحت، هي سكنت في شباك مدريد الثاني لبي اس جي. شوف الكرة اجتازت من أدريان، هدف في الشباك، إنه البديل ألكساندرو إستيفانو. الأولى جاءت من تيموثي تيربي وأكملت من ألكساندرو إستيفانو. نعم بي سي يعيد حسابات هذه المجموعة ويصبح مع مدريد بثلاثة أهداف لكل، أو بثلاثة نقاط لكل فريق بي اس جي، لكن ما فارق الأهداف، الأفضلية لريال مدريد، الفريق الذي لديه 7 أهداف، 6 من أمام الأهلي وهدف في لقاء الليلة وفي مرمى هدفين. هل يعود مدريد؟ الكرة الأخيرة، ركلة الجزاء، يا له من سيناريو، لكن ليس هنالك ركلة جزاء، ليس هنالك قرار، الصافرة جاءت. بي اس جي يزاحم مدريد في صدارة هذه المجموعة. يا له من لقاء، يا له من متعة، يا له من تشويق هنا في بطولة الكأس الدولية. بي اس جي يقلب الطاولة على ريال مدريد. سمير المعرفي كان معكم، ألتقيكم بإذن الله تعالى في مواجهات الكروية القادمة. الكلمة بعد الفاصل للزميل فالح الشمري والكباتن الأعزاء.